كابتن، بعيدا عن نتيجة المباراة، يمكن لقطة المباراة كانت لقطتك أنت والكابتن مهند أبو طاها، أخرج الكرة وأنهى هجمة واعدة اللي تفنن عليك. احكي لنا شوي عن هاي الروح الرياضية بين اللاعبين. شوف، أول إشي بسم الله الرحمن الرحيم، نحكي هارد لك لجمهور سحاب ومبارك لجمهور الوحدات. بالنسبة للقطة اللي صارت، إحنا كلاعبين إحنا بين بعض تربطنا علاقة كبيرة جدا، سواء داخل الملعب ولا خارج الملعب. نحكي دائما للفائز مبروك، وللخسران دائما نحكي له هارد لك، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. وأنا بشكره طبعا الكابتن مهند على اللقطة اللي عملها، وإحنا كلنا أخوان على أرضية الملعب، وإن شاء الله هاي الروح تنتقل كمان للجماهير، ونبعد عن المسبات ونبعد عن كل إشي بضر الشارع الرياضي عندنا. شو بتحكي عن المشهد؟ أنو مشهد أول شيء؟ هو اللي انصاب؟ طبعاً أول شيء سلامة اللاعب أولاً وآخراً، أن في الرياضة سلامة اللاعب أهم من كل شيء، صح ولا لا؟ وألف سلام إن شاء الله حبيبي. الله يسعدك حبيبي.